السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون أولياء الله، الذين يؤذون عباد الله، الذين يؤذون الصلح، الذين يؤذون الرجال، الذين يؤذون المؤمنات، الذين يؤذون بناتنا العفيفات، الذين يؤذونهم بالليل والنهار. نعم، كيف هذه الإذاية؟ الغيبة، كلامنا اليوم عن الغيبة. أجمع كل العلماء أن الغيبة حرام شرعا، أنها كبيرة من الكبائر، أعاذنا الله وإياكم. قال سبحانه وتعالى: ولا تختابوا بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مرة كان مع أصحابه رضي الله تعالى عنه، فأكرمكم الله مرة على بغل منتفخ جيفة، قال: والله لئن يملأ أحدكم منه بطنه خير من أن يأكل لحم أخيه. يعني واحد يروح يأكل من, 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 من هذا أحسن من أنه يروح يأكل لحم أخيه، أنه يختابه. النبي عليه الصلاة والسلام مرة مع أم المؤمنين عائشة، هذا باش راح نتكلموا على الغيبة يا جماعة. اليوم حنتكلموا على موضوع كبير جدا، من فضلكم ركزوا معانا، من فضلك أخي أختي، هذا كلام موجه ليك، موجه للجماعة، موجه للاشتي، موجه لجميع أفراد المجتمع، لأنها هذه طامة العصر، طامة المجتمع، الغيبة بالدرجة تاعنا اليوم نتكلموا التمنشير، ينسموها التمنشير. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة قلنا، فقالت له: ما بالك على صفية، حسبك على تلك القصيرة، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالها: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لمزجته يعني لأسدته، كلمة قصيرة. نعم، الغيبة أن تقول في أخوك ما تكره، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن هذا الأمر ما كانش فيه فقد اختبته، البهتان أكبر من الغيبة. نعم، الغيبة ده مشكلة هذا العصر، مشكلة هذا المجتمع. تلقاه يجلس ويبدأ: فلانة فعلت، فلانة راحت. يا رجل، يا أخي، عندك رقيب، عندك الملائكة تكتب: أيكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنة. هذا اللسان، هذا هو مشكلتنا، هذا هو اللي دخل جهنم والعياذ بالله. الغيبة أن تذكر في أخاك ما يكره، إما في خلق أو أخلاق. قالوا: لا غير ذلك سمين، ولا غير ذلك، علاش وليت هكذا، إلى آخره، أو في أخلاقه، هذه غيبة فقد اختبته. قال الله عز وجل: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت. يا أخي، راك تأكل في الجيفة، راك تأكل في لحم أخوك وهو ميت. البهتان، الله المستعان، فإن كنت تعلم فتلك المصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم. المصيبة وما تكفيناش حلقة اليوم، راح نتكلموا على البهتان والنميمة، الله المستعان، هذه يلزمنا حلقات وحلقات وحلقات. النميمة هو نقل الكلام بقصد الإفساد، وأعظم نميمة اللي وقع في مجتمعنا هي نميمة العائلية، ليدير بين الأم وأبنائها، ليدير بين الأب وأبنائه، ليدير بين الزوج والزوجة، حسبنا الله ونعم الوكيل. إن شاء الله سوف نتكلم غدا بحول الله عز وجل عن البهتان، ونتكلم عن الغيبة أكثر وأكثر. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يصلحنا. هذه والله رسالتي ليك، فذكر إن نفعت الذكرى. ونحن في هذه الأيام، والله عز وجل أعطانا علامة هذا الوباء، أن نرجع إلى الله عز وجل، نتوب إلى الله عز وجل، نقلع هذا الذنب، هذه كبيرة من الكبائر، هذه الغيبة، أن نتقي الله عز وجل في المؤمنين، أن نتقي الله عز وجل في المؤمنات، لأنه مثل ما تدين تدان، عندك خوتك، عندك خياتك. أسأل الله عز وجل أن يهدينا يا رب. اللهم اهدينا، اللهم اهدينا، اللهم اهدينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.